الله وجود الاهداف هذا الاهم الان. العياري يلعب الكوره، كريم السعيدي، سعيدي لقيس الغضبان، قيس الغضبان، حاتم ينتظر والترابلسي يمسكها، يمشي لاعب اياكس حاتم الترابلسي، يلعب الكوره لحقي، تمشي لعماد المهذبي، عماد المهذبي في النصف، ممتازه حاتم الترابلسي، حاتم يمر ويوزع وفرصه، هدف 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 الاول. دوس سانتوس يا سيلفا، دوس سانتوس يا سيلفا، وحاتم يبقى حاتم، والترابلسي ترابلسي، برافو عليك، الهدف خرج من حاتم الترابلسي. 1-0، المنتخب يتحرك ويتكلم بأحلى لغة في كرة القدم، لغة الأهداف. براهم يضيعها مرة أولى، لكن ما هدف الثانية، وسانتوس في ثالث لقاءاته الوطنية يسجل ثالث أهدافه مع النخبة. 3 أهداف لسانتوس، رائع. شوف فرحة الجزيري، شوف فرحة الجمهور، شوف فرحتنا في كل مكان. 1-0، 1-0 سانتوس، سيلفا خلصها، سيلفا خلصها. الاستوديوهات يعني يقول المغرب أبهرنا، بينما يبهرنا الغزال الأسمر. مر مر يا حاتم، وزع يا حاتم، والثاني والثاني والثاني، باي باي كينشاسا، باي باي فيتا كلوب كينشاسا. 2-0، ابراهيم سامحناك في الانذار، خلصها ناجح ابراهيم. 2-0، الدور الثاني يفتح، الدور الثاني يفتح، خلاص سنمر، سنمر هذه المرة، والكلمة ستكون للأرض والجمهور في الدور الأول لتونس 2004. فرحة كبيرة، إبراهيم، إبراهيم يستقبل كورة دوس سانتوس، بعد كورة أروع، كورة أحلى، كورة أدق من الأروع على الدوام. حاتم ترابلسي يا رائع يا ترابلسي، لم أخطأ ولم أبالغ عندما قلت وتقابلت معك في البرجيزيانا في ضواحي روما، أنت العمود الفقري للمنتخب، إن غبت غابوا وإن حضرت حضروا. 2-0 والكورتين خرجوا من ترابلسي، رائع رائع رائع. حاتم ترابلسي يفرق، مدافع في العصر الحديث يفرق في منتخب مثل منتخب تونس. عمل تريزور لون طالع، كرة خطيرة في 18، يصلحها بدرة وتهرب وسانتوس، ناجح ابراهيم الثالث، ناجح ناجح، الله ينجحك يا ناجح، ناجح ابراهيم، وممتازة من ناجح، ممتازة، ما نطلبوش منه أكثر، سدد كورة ممتازة، لكن الحارس كان رايع، الحارس تشوما، لوكاتا بابي تشومو يخرجها في الركنية، هذا هو لوكاتا. محاولة للفريق التونسي، فرصة للهدف الثالث، نجاح الغزال الأسمر حاتم ترابلسي في صنع الفرجة، وأهم من الفرجة الفرحة، في كورتين كانت بالمليمتر للهجوم التونسي. ينطلق الغضبان، الغضبان يلعب كرة سانتوس، الثالث سيلفا، سيلفا والثالث، والثالث من سيلفا، سيلفا دوس سانتوس ثلثها. لما نقول لك سيكون هداف الكان، تأكد 90% إن شاء الله أنه سيكون هداف الكان. 3 أهداف، 4 أهداف مع المنتخب التونسي في 3 مباريات. النجم القادم في ملاعب افريقيا، هو باصل برازيلي لكن بعشقه وحبه وانتمائه لهذا الوطن صار تونسي 100%. سيلفا دوس سانتوس يسجل ثالث الاهداف والثنائيه لسيلفا. اذا هذا هو الهدف الثالث، كوره من قيس الغضبان، فجعنا اخفنا الفريق الكونغولي، وفي الشوط الثاني كان الانهيار، وكانت ثلاثيه العاده مثل 15 يوليو 2001 في كينشاسا عندما انتصرت تونس بنفس الرصيد 3-0. اذا الثالث، برافو يا سيلفا، ينقذ بعد كوره من غضبان، والثالث الاهداف ليضمن النقاط الثلاث وليؤكد حسابيا صعود تونس لثاني الادوار.